انا معايا جزء من ذكريات الفنان الراحل علاء عبد الخالق، هيحكيها لنا الفنان الكبير الفنان محمد فؤاد. اهلا بيك وبعزيك استاذ محمد، والبقاء لله وعظم الله اجركم. اهلا بيك يا بسمه، وبعزي مصر والوطن العربي كله في الاخ العزيز والغالي علاء عبد الخالق، الفنان القيمة الجميلة الرائعة السمعة الحلوة، شاب جميل الأخ المؤدب المؤدب حط تحتيها 500,000 خط. صحيح، عاشرنا علاء عن قربه كزميل في مجموعة شباب مصر اللي بقوا نجوم الوطن العربي باجتهادهم وبشقاهم وبالكفاح اللي كافحوه على نفسهم عشان يعلو باسمهم وباسم مصر، ويفضل ان في قبلة الفن تبقى في مصر هنا على رأسها علاء. وفي جيل الشباب بتاعنا اتعلمنا منه، احنا علاء بدأ مع اتعلمنا منه طبعاً. انت يعني انا طبعاً بحترم التواضع، انا ما بشوفش المعامله اللي ما بينكم والكلام اللي بتقولوه ده بجيلكم في جيل دلوقتي، مع احترامي يعني. دي الحقيقه يا استاذه بسمه، وحقيقه كل انا بقول الكلام ده سمعني الناس كلها، وزملائي الفنانين عارفين علاء عبد الخالق القيمه عامله ازاي، لانه هو بدا مع استاذه منى عبد الغني والاستاذه حنان، كانوا عاملين حال غناء في مصر في الوطن العربي رائعه جدا، مش هننساهم ومش هننسى فرقه الاصدقاء اللي كان استاذ عمار عاملها وكان فيها المجموعه الجميله دي. احنا هم بداوا قبلنا، حبينا الغنى من خلالهم وخلال تاريخنا الحلو بقى، يعني كل نجوم الغناء في مصر يعني من ضمنهم فرقه الاصدقاء. اكيد اتعلمنا استاذه، واكيد اكيد اثروا فينا انا وجيلي كله يعني. المهم بس خلينا يعني علاء، انت قلت فيه شويه كلام بجد، واضح ان انت طبعا تعرفي علاء كويس وعن قرب انك شفتيه وتعاملتي معاه، شفتي ادب، شفتي ايه الادب ده والاحترام ده؟ عمرنا ما سمعنا على علاء زعل من حد او اتخانق مع حد، ولا عمرنا سمعنا عن عمل مشكله لا مع صديق ولا قريب ولا مع حفله ولا متعهد ولا ابدا. انا حبيبي نسمة، حبيبي نسمة، والله يرحمه ويحسن اليه ولا نزكيه على الله، يعني ربنا عالم. شفت ازاي يا استاذ محمد مظاهرة الحب اللي ظهرت في الاجيال اللي كانت يعني جزء من ذكرياته، وانت شخصيا واحد منهم يعني، والجمهور بأمانة بسمع الخبر امبارح، يعني انا حاسة في صوتك انك مدبوح، يعني انا حاسة انك مش قادر تتكلم. جمدني امبارح يعني، ما اقول لك على عزيز على قلبي جدا، على اخويا وحبيبي، وبدأنا بحفلات الجامعات دي او رحلات الجامعات، كنا نروح نغني ببلاش انا وهو وحميد وحنان ومنى، وبصراحه عمرنا ما سافرنا قال انا اطلع اول ولا اطلع في الاخر، ولا حميد قال اطلع في الاول ولا في الاخر، ولا عمرنا رايحين رحله. والله من امتع ايام حياتي اني كنت اطلع مع المجموعه دي، جامعات مصر كلها، شباب مصر كلها، الحمد لله على قد ما تعبنا، على قد ما هم بفضل الله ادونا نجاح ادونا حب كبير جدا جدا، صنع اسامي النجوم دي كلها. بسمه كان علاء على راس القائمه دي من اهم مطربيها، يعني كان الشباب بتعشق حاجه اسمها علاء. انا اقول لك على حاجه غريبه، علاء في غريبه جدا، ما في مطرب مش سميها لعلاء، ما في مطرب
علاء يعني بيفكرني بيه، انت عارفه زي كينج محمد منير، مفيش مطرب يختلف على ان محمد منير مطربه المفضل، من ضمنهم محمد فؤاد يعني. ربنا يديله صحه ويخليه يا رب يبارك في صحته. وعلاء من النوع ده، من النوعيه دي يعني، ما في مطرب الا ما بيحب علاء كصوت، بعيدا عنه كشخص يعني. يعني تلاقي البوم علاء في عربيتي، في عربيه اي مطرب في مصر يعني. انت يعني انا بحترم تواضعك ده استاذ محمد يعني، والله دي حقيقه، والله يا بس والله ما جامل والله. يا ريت الجيل بتاع دلوقتي يتعلم التواضع ده والاحترام ده. احنا محتاجين الناس يعني، الشباب تحب بعضها طبعا. خدي بالك، خدي بالك، الموضوع بيكمل بعضه. احنا ما فيش مطرب فينا كان يجرؤ انه يقول كلمه عيب في اغنيه، ولا شبهه كلمه عيب في اغنيه. بس يعني عارفين ان ورانا اهل تاكلنا بسنانهم يعني، مش اهلنا اللي احنا عايشين معاهم في البيت، اهلنا اللي احنا عايشين معاهم في البلد. الله. والله في البلد اهلنا. الله. أهلنا طبعا. الله. وعلاء كان اول يعني يرحمك علاء، يعني مؤدب ومتربي، وكلنا بنشد بعض لو الدنيا رايحه في تسيب وكلام فاضي، كلنا هنشد بعض للكلام الفاضي طبعا. لو راحه في ادب، كلنا بنشد بعض للادب. صحيح. هو ده الازمه صح. اللي احنا واقعين فيها في قطاع كبير جدا، بس ما ان شاء الله ربنا هيعدلها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اخر سؤال بس يعني، مصر دايما بترجع لاصلها، واصل مصر طيب، واصلها مؤدب، واصلها راقي، واصلها مصر دايما ولاده يا استاذ محمد. وبس اخر سؤال، عايزاك يعني تذكر لي موقف كده يعني بينك وبينه في الفتره الاخيره يعني، او في اي وقت حابب انك تقوله. هو اختفى في الفتره الاخيره، وكان قاصد ده. حظ حلو طبعا يا حبيبي. هو تأزمت الصحة، وربنا ينعم على الجميع بالصحة يا رب، وما ما حد يشوف حاجة وحشة أبدا يا رب. أنا زميل لينا أدم عبد الوهاب، وأدم ده يعني حبيب للكل، وبيحب يجمع الحبايب. هو كان رئيس فرقة علاء في الثمانينات يعني، في أول ما بدأنا، فجمعنا وجمع المجموعه كلها، ويمكن في صور نزلت في السوشيال ميديا، وكان حميد ما احنا منزلينها عندنا والله يعني. صديقنا للاسف مش قدام التلفزيون يا ده، ايوه، صديقنا احمد ايوب، وكاريكا كان معانا كتير، مش عايز انسى حد يعني. مجموعه كبيره جدا، ومركب، وكان بقى علاء يعني، اللي هو مش هقول لك فرحان، كان بقالي فترة ما شفتوش، يعني كانت أحلى حاجة في الرحلة إن أنا شايف علاء قدامي، وقاعدين نضحك ونقلب في الحكاوي وأيامنا الحلوة الجميلة. يلا بعزيك أستاذ محمد، ويا رب يعني آخر الأحزان. الله يرحمه. بشكرك جدا أستاذ محمد، الفنان الكبير محمد فؤاد.